وصلنا إلى فقرة الإتيكيت. إذا كان الشخص يخطط لإمضاء بعض الوقت مع الأصدقاء أو العائلة في تناول وجبة لطيفة في أحد المطاعم أو حتى في المنزل، يجب عليه مراعاة أداب المائدة التي تترك انطباعا جيدا لدى الآخرين، كأداب الأواني والمناديل وأداب تناول الطعام. فمثلا من الضروري ترتيب الملاعق والشوك والسكاكين بطريقة معينة على الطاولة، وكذلك المنديل وغيرها من التفاصيل. يقول لك في البيت أو خارجا في المطعم، يعني في البيت مو تضرب بالخمسة في المطعم شوك وسكين. والله ما حد شايف. للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو خبيرة الاتيكيت مايا طوبية. صباح الخير. صباح النور. شكرا. ميرسي. طيب بنتكلم عن أداب الطاولة أو أداب الأكل. أولا، إيش أول الخطوات اللي الواحد يتبعها أول ما يجلس في مكان، يعني عشان نقول هذا الشخص فعلا يعرف اتيكيت الطعام؟ أوكي، أول شيء حنبتدي disregarding يعني الديكوريشن، حنبلش بالشو بليت أو المعروف بالتشارجر يلي هو ما منتعشى فيه ما منسكب فيه، هو بس شو بليت يعني ديكوريتيف آيتم. أوكي، سو بدنا نبلش فيه، وفي منه عدة أنواع. في يكون إزاز مثل الصحن أكبر، في يكون غير ماتيريال، يعني إذا بتشوفي بالهوم ستورز في أشياء وألوان كتير أوبشنز فيك تاخديها حسب شو الديكوريشن اللي عملتيها. طيب فحنبلش اول شيء بالشو بليت. اوكي، من بعدها واهم شيء نبلش نكون عارفين قدين بعده من طرف الطاوله. اوكي، هو تقريبا انش او 2 سم ونص، واهين شيء تعمل الاصبع هيك كرمال تا يكون مرتب، لانه وقتها هلا عم نشتغل على صحن واحد بالضبط، بس وقتها يكونوا كثار في قياس يعني. مزبوط. اوكي، سو هيدي تو ستارت وذ. بيرجع حسب شو المنيول حينزل بيكونوا البليتس موجودين. يوجولي بيكون في المين دش يلي هو بينحط الصحن الكبير، وفينا نلبق له نفس الصحن او غير ديزاين. فينا نرجع نحكي بعدين بالنسبه للديزاين، الصحن الصغير يلي هو السلد والفيرست كورس. طيب هذا للسلطات، هذا للطبق الرئيسي، والثالث للمين دش، والثالث بس شكل. مزبوط. شو بليت يعني حتى لو كنت غالبا ترى ما يكون موجود، يكون في مثلا قطعه قماش او شيء بدل عنه. اكزاكتلي، لان هيدي هي الشو بليت. اشكال وانواع كنت عم اقول لك، في يكون من فابريك، في يكون من قماش، في يكون من متل، حسب الديزاين اللي عم تتبعه للطاوله. جميل. بقى تنكمل بالنابكن. النابكن كمان كثير اساسيه، بدها تكون محطوطه بالنص، او اذا بدنا عاملين حاطين سوفينير او جيف اواي جيفت للجست حتكون على جنب الشمال. اوكي، هلا ححطها بالنص تنسهل الامور. حلو. اوكي، تنكمل هلا بالكاتلري. كثير مهم للكاتلري، حسب مثل ما قلت لك، اذا في مثلا فيرست كورس ومين ديش بنبلش من برا لجوا، يعني اذا عندنا طبق رئيسي وفي مقبلات. مزبوط. السكاكين دائما عمايله اليمين، وكثير مهم دائما يلخبطوا فيها. ايه مزبوط. احيانا مطاعم ترى هي كثير 100% هي كثير سهله، بس اذا الواحد بس بده يركز مره. السكاكين ميله اليمين، وكثير مهم انه ميله القاسيه اللي بنقص فيها تكون ميله الصحن، لانه من زمان كانوا يعتبروها بالاتيكات يعني اتس ساين اوف اجريسيفيتي للشخص اللي قاعد حدنا اذا بارمين الاسنان النايف لبرا. كمان نفس الشيء يكون ناوي يشرع. مزبوط. كمان نفس المسافه بنترك مثل الصحن. من ثاني ميل كمان حيكون عندنا الشوكه. اوكي، السلد والمين مرات في شوكه صغيره وفي شوكه كبيره. مزبوط. الشوكه الصغيره فيها تكون للسلد. هلا انا حاعمل شيء فيري يوسفل لحيلا حدا بالبيت ما ضروري يكون عنده الفول ست الاصليه. بس مثلا بالمطاعم اوقات بيكون عندك اذا في سكند ديش هو فيش، في يكون عندك السكينه الخصوصي للفيش، ونفس الشيء للشوكه اللحم. اوكي، هلا هدول البيزكس. اوكي، بيرجع للسبون البيك سبون. ان كيس عندنا سوب ساعتها بدها تكون حد السكينه لبرا اللي تبع السوب. مزبوط. او السباجيتي كرمال تا نساعد بالشوكه، فبتكون لميله السكينه لبرا. بس ان كيس ما في سوب ما لازم نستعملها. لان ذا جيست ويل اكسبكت ا سوب اذا شاف معنا. او شوف الملعقه يقول فين الشوربه ما جابوا لي هي غشوني. مزبوط. وبالنسبه للديزرت كثير سهل. اول شيء بنبلش بالشوكه. كمان ديزرت اذا عندنا ديبانز، اذا عندنا مثلا فروتس فواكه ايس كريم، اذا في ايس كريم اكيد بدنا معلقه، واذا فروتس وكيك الشوكه بتقدي، واذا فينا نحط اثنين بيكون احسن. فانا هلا بس حنزيح هذه وين تنحط تكون؟ هيدي كثير سهله تنتعلم. اول شيء بتبلش بالشوكه، بتمشي بنفس الدايركشن تبع الشوك الموجودين وبتكوع. اوكي، وبتحطها اون توب.
هلا سوري الديكوريشن مزبوط تلف خلينا يعني شويه ايه؟ تلف لكن بتبلش وبترجع بتلف حلو والسبون على نفس اتجاه الشوك من الجهه 100% تلف كده 100% والسبون الصغيره كمان بنتذكر انه لو كان عندنا السوب سبون حتكون على اليمين فبتكون من اليمين وبتلف تجي فوق الشوكه اوكي هيدي كرمال الشوك والسكاكين وطبعا جبت معي هدول الالوان بس كرمال تشوفوا انه فيها كمان الامراه تنوع شوي بالكاتلري ما بتفكر فيهم بس هن كثير بيغيروا بسيت اب الطاوله اوكي جميل هدول حخليهم على جنب طيب هلا بالنسبه للكاسات خلي قبل اوكي بنخلص عشان في شغله اباك تشرحي لي كمان أوكي. عليها بعد الانتهاء من الاكل اوكي طيب. بالنسبه للكاسات اول كاس بيجي هو كاس المي ايه؟ اوكي الووتر جلاس تجي دغري فوق هي اقرب كاسه لازم تكون لنا لان بالمطعم او بالبيت اول شغله بينسكى بالووتر بلا ما ينسال للجست اوكي كاس العصير الثاني كاس العصير مزبوط يا بنحطه فوق يا بنحطه تحت حسب قديش في عجقه او كيف السيت اب تبع الطاوله اوكي هلا انا كمان جبت معي ان كيس حدا عامل بريكفاست مورنينج كوفي اوكي وفي في اكواب في اكواب التي كاب المفروض يكون على يمين تحت اوكي لانه لازم يكون هين سهل مزبوط اوكي هيدي للكوفي او تي وبالنسبه للباتر بليت اوكي بده يكون عمايله الشمال اوقات بتكون والسكينه للباتر عاده بتكون صحن الزبده صحن الزبده مزبوط والبريد والخبز الزبده والخبز بتكون دائما السكينه صوب الجهه اللي بتقص صوب الصحن اوكي وإذا عم نسكب البتر بدها تكون هالميلة ليش؟ لأنه وقتها بده ينسك بده وقت البريد بده يكون سيرف حيجي ويكون لهالميل تيكون سهل للشخص اللي عم بيسكب تما يطلع فوق الجاست هي عادة تكون مرات قطع يعني بشكل قطع مزبوط توضع القطعة الزبدة والخبز مزبوط فيهم يكونوا اوريدي موجودين أو فيها تكون بس البتر يعني حسب المطعم والمحل طيب مايا أساس نستغل الوقت كمان أولاً المناديل نعم كيف توضع على القدمين كيف الطريقة الأنسب اوكي للي يستخدمها وكمان بعد الانتهاء ايش الطريقة الأنسب لوضع الشوك اوكي اول شيء كرمال النابكن اهم شيء لان كثير اوقات بننسيهم بالمطعم وبتضل حدنا لانه عادة ما بيكونوا بقلب البليت اذا كانوا ريكتانجلر بهالشيب بتكون عمايلة الشمال وكثير اوقات او بيكونوا منزلينها من تحت الصحن حسب كل مطعم بس اذا بدنا نحطها بهالشيب افضل شيء تكون لميلة الشمال اهم شيء قبل ما نبلش حتى البريد وباتر واي شيء بالعشاء كثير سهلة بنفتح ومنحطها على ركبنا على الركب مزبوط على الركب كرمال في بعضهم هنا هيدي يمكن بتصير بالدمرات الكتير والله يمكن إذا الواحد حساس على مثلا سباجيتي وبيعرف حاله أنه أيوة هذي أنا فساعتها بس تنزعي شوي الملابس بس يعني أوكي وكمان شغلة during the dinner يمكن عشان ما عندنا وقت كثير نبغى نعرف بس في النهاية بعد ما نخلص أكل أوكي إذا نحن وبعدنا in the middle of the dinner بعد ما خلصنا بس بدنا نرتاح شوي فينا نحطه بس اكس اوكي اكس يعني حتكملي هذا يعني ناخذ نفس يعني مزبوط في شوط ثاني مزبوط يعني ما تدقوا بشيء انا مكمله واذا خلصنا اخر شيء بنحطهم هيك اوكي هلا في كثير ميثودز في العشرة وثلث عشرة وثلث انا اللي اعرفها عشرة وثلث إيه في كثير اشياء بس هلا يعني مع احيانا مع الشبع تصير تسعة وربع فما ما يعرف ايش اسوي بالضبط يشيلها ولا يخليها وحب اقول بعد شغله بالنسبه للبتر بريد والبريد بليت والجلاسز لان اوقات بنكون بمطاعم وبتنسي وين البتر يعني بتنطري لحد يبلش لان ما بتعرف اذا انت ميله اليمين او شمال اسهل شيء نعمل هيدا الساين بريد ودرينكس بي دي جميل. يعني اعمليها تحت الطاوله جميل هذه الاكس يا ريت حق المطاعم يفهموها لانه كل شوي يجوا يقولوا لك خلصت ولا شيء مزبوط يا ريت تكون مفهومه شكرا جزيلا لك كلكم زور يعطيك العافيه شكرا, مايا. شكرا جزيلا مايا. شكرا. لك خبيره الاتيكيت مايا طوبيه شكرا, شكرا. لك.